15 سنة وهو حكم البرتغال وحطها في مقام عالي. جا معاهم كوب دوروبا ولا بريمير في ليستوار تاعهم. أول مرة نتذكر برك المقابلة تاع الإسبان في كأس العالم لما سجلت ثلاث أهداف ولا أتذكر. يعني كيفاش كان هذا اللاعب واليوم رد له الجميل ديالو. كاسانو قال يجب على كريستيانو أن يقدم لنفسه معروفا ويعتزل، لقد ربح كل شيء وكان ظاهرة، عليك أن تتوقف أو ستركض فقط على مقاعد البدلاء. يعني كاسانو معروف بأدائه لكريستيانو لاعب الإيطالي. نعم يلعب في ريال مدريد. معروف يعني معروف بأدائه لكريستيانو رونالدو، لكن هل تتفقون معه؟ هل حان وقت الاعتزال بالنسبة لرونالدو؟ نظن 37 سنة نظن هذا هو الحد يكمل كأس العالم وهذا الموسم ويعتزل بالطبع. معمر